هذوما خاتين الوزارة. خاتين الوزارة. مشيت وغنيت فيهم. مشيت وغنيت وناس حلو. اسمعني فما عبيد ما تعرفش اللي أنت عندك إجازة في الصوفية وانخرطت في سلك الطريقة القادرية في منزل بوزلف. أنا نحب سكوب الليلة. ما تتنجم تسمعنا حاجة في الصوفية؟ شنو أغنية في الصوفي؟ إي. هي احنا عن هو المزود أول ما بدأ بالأغاني الصوفية. فهمت. أما أنا متشوق نحب نسمع صالح الفرزيتي يغني لنا حاجة صوفية. إيش بيه تنغني على سيدي صالح؟ حملي ميال ما نقدر نرتين قلة صالح يا أبو حلة هيا ماني وليدك صلاح يا بابا يا لقدي الحاجة أحضر كونوني معايا على الله يا بابا يا هيا حملي مايل هكا كون غنوا بابا.